معنا هاتفيا المشاهدين الكرام من برلين الخبير الأمني والعسكري سيد محمد فوزي اللامي. مرحبا بك. بداية، كيف تقرأ ما نشرته صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية التي أكدت أن طهران تستخدم فرق اغتيالات في العراق لإسكات منتقديها؟ تحية طيبة لك سيدي والمشاهدين الكرام. حياك الله. هذه حقيقة أصبحت واضحة للجميع وهنالك دلالات كبيرة عليها، سواء إذا أخذنا تصريحات قادة هذه الميليشيات داخل العراق وأعضائها، التصريحات الفيديوهات التي تنشر وتصريحات مسؤولين داخل هذه العملية السياسية وداخل الحكومة، تصريحات المواطنين. اليوم المواطن العراقي أصبح أكثر وعيا بخطورة هذه الميليشيات، والإعلام الإقليمي والإعلام الدولي والمسؤولين المسؤولين الأمريكان والأوروبيين، الجميع يشير إلى أن هنالك ميليشيات فرق موت تابعة لإيران داخل العراق وتعمل منذ عام 2003 وإلى اليوم، تعمل على أجندة إيرانية حقيقة ولتصفية الخصوم. هذه أصبح واقع حال سيدي. طيب، ماذا يعني أن تنفذ إيران اغتيالاتها على الأراضي العراقية؟ ألا تعتقد أن هناك يعني مساعدة من السلطات الأمنية في العراق؟ يعني هو بالتأكيد المشروع الإيراني في العراق هو مشروع متعدد المحاور، سياسي، عسكري، اقتصادي. المشروع الإيراني نجح منذ عام 2005 وحتى اليوم أن يسيطر على المؤسسة السياسية والمؤسسة العسكرية، لذلك تجد أن هنالك تواطؤ كبير، وهنالك الحكومة اليوم تعطي والبرلمان أعطى الشرعية لهذه الميليشيات التابعة لإيران لتنفيذ هذه الأجندة. فبالتأكيد هنالك تواطؤ من قبل الحكومة ومن قبل الأجهزة الأمنية مع هذه الميليشيات التي ترتكب جرائم أصبحت اليوم جرائمها علنية وفي وضح النهار. يعني الصحيفة ذكرت أن فرق الاغتيالات الإيرانية نشطت في العراق بعد انتخابات الأخيرة، ما دلالة ذلك؟ هل يمكن ربط ذلك بتزايد اغتيال الناشطين ولا سيما في البصرة؟ يعني أنا أعتقد سيدي بأننا اليوم مقبلون على مرحلة الصفر، وهي مرحلة عام 2005، منذ عام 2003 إلى عام 2006، تلك المرحلة التي لم تكن إيران مستقرة فيها في العراق. كان هنالك صراع أمريكي عراقي إيراني، إيران استخدمت الأذرع والميليشيات، وكانت هنالك حقبة الطائفية وحقبة الموت الأسود من أجل حتى وصلت الإدارة الأمريكية بإدارة جديدة ورئيس جديد أوباما، ووصل إلى اتفاق مع الإيرانيين ليتمكنوا ويتسيدوا على العراق. اليوم هنالك أعتقد هنالك نفس الفجوة اليوم حدثت مع إدارة ترامب، لذلك أعتقد بأن الإيرانيين اليوم سائرين إلى إعادة العراق للمربع الأسود، المربع القديم، من خلال عودة نشاط الميليشيات وفرق الموت والطائفية والقتل. طيب، وثائق ويكيليكس مسربة كانت قد كشفت عن أن ميليشيات كونها نوري المالكي اغتالت علماء وضباطا ومعارضين عراقيين، ومع هذا ما زال الرجل المالكي يتبوأ مناصب حكومية. هل النفوذ السياسي والصفقات تقف حائلا دون مساءلة المالكي؟ لا أعتقد سيدي الكريم، أعتقد بأن ما حصل في الفترة الماضية كان هنالك مصلحة وتخادم بين الأمريكان والإيرانيين والمجتمع الدولي، والأمم المتحدة كانت يعني محيدة، لذلك تمكن النور المالكي ومن على شاكلته. لكن اليوم قد تكون هنالك ظروف مختلفة، هذا لو علمنا بأن وجه المقارنة بين العراق وأفغانستان. العراق شهد احتلال أمريكي، أفغانستان شهدت احتلال أمريكي، لكن حجم الضحايا في العراق هو 5 أضعاف حجم الضحايا في أفغانستان. السبب هو وجود عملية سياسية فاسدة ووجود ذيول لإيران تسيدوا في العراق وأصبحوا قادة وأصبحوا أصحاب ميليشيات. الأجندة الإيرانية وميليشياتها وسياسيها جعلوا من ضحايا العراق هم 5 أضعاف ضحايا أفغانستان التي لم تشهد تدخل إيراني بحجم كبير كما حدث في العراق. شكرا جزيلا لك من برلين الخبير الأمني والعسكري السيد محمد فوزي اللامي.